يا أيها الذين آمنوا خير ما نستهل به لقاء السلطة ونزاهة الفعل الانتخابي النبي الأمي ذو الشأن التحسيس والتوعية والتثقيف الانتخابي يعتبر من صلب الممارسة الديمقراطية، لكن دخلت الديمقراطية التشاركية لتعطي للمجتمع المدني أدوار تاع انتشار واسع بتنوع الموضوعات والمجموعات الاجتماعية، وبالتالي المجتمع المدني مطالب أن يكون عنده عهدة تمثيلية للمجتمع من خلال تخصصات عديدة على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوق الطفل، حقوق المرأة، التمكين للمرأة، الجانب الاقتصادي، الجمعيات البيئية، المنظمات النقابية، المنظمات المهنية، هذا كله مجتمع مدني.